السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بمحاضرة جديدة في محاضرة سلسلات التركيبات الثابتة السنية. اللي بيكون معنا موضوع ومعنا ضيف جديد في موضوع التركيبات الثابتة اللي هو له علاقة كبيرة بنا، اللي هي موضوع أو تخصص البريجو أو أمراض اللثة. أمراض اللثة معنا علاقة حميمة بيننا إحنا وياهم. ما تنجح اللثة إلا إذا نجحت التركيبة، ما تنجح التركيبة إذا كانت اللثة سليمة. كيف نتكلم في هذا الموضوع الآن؟ دائما يقولوا أنه في relationship أو في علاقة وطيدة ما بين periodontal health، بين صحة الفم، اللثة الفم، وبين التركيبات الثابتة. هذه العلاقة intimate contact، فيها علاقة يعني ملتصقة مع بعض، يمكن تفصلها عن بعض. أنت ناوي تخلي حقك التركيب اللي حتجي فوق السن المحضرة بهذا الشكل to survive for the long time، تبقى فترة طويلة وتناضل فترة بعيدة، لازم حقي البريودونشيم مش بهذا الشكل. لازم البريودونشيم حقي تبقى بالصورة الأولى اللي على الشمال، تكون healthy gum and tooth. لكن إذا بدأت مشكلة الجينجيفايتس، إذا تفاقمت إلى بريودونتايتس، إذا زادت التفاقم إلى السيفير بريودونتايتس أو أدفانس بريودونتايتس، حتكون عندي مشكلة الأساس حق الأسنان اللي هي ماسكة التلبيسة، حتكون سيئة. إذن بتكون عندي فشل لكلاهما. إذن حنشوف صورة اليوم كيف البريودونتشيم حقي لازم تكون هيلثي علشان تكون عندك التيث اللي ماسك التلبيسة منتين تكون سليمة، علشان ما يحصل لي مشاكل أو عواقب في المنظومة كلها. المحاضرة حق اليوم حنقسمها إلى جزئين، 5-6 سلايدات نتكلم فيها على هذه العلاقة، وسلايدات معينة حتتكلم على أمثلة لكيفية المحافظة على اللثة عن طريق دور طبيب الأسنان فيها. خلونا نتكلم أول حاجة على موضوع أنه نؤكد على موضوع أنه أنا عاوز التلبيسة تكون بهذا الشكل ولا بهذا الشكل. لا، الشيء على الصورة اللي على اليمين، شوف كيف التلبيسة خزف زركن وعامل لي هنا اللثة. طبعا واحد يقول يا دكتور قصتك لأنه الزركن هو لطيف على اللثة، الزركن هو بايكومباتبل. لا، بقول لك والدكتور له دور كبير والمريض له دور كبير، والإضافة للماتيريال سيتلعب دور. إذا علشان تكون عندي الاستيتك اللي على اليمين مش زي ما على الشمال، يكون عندك البيشنت استيتك ابييرنس ممتازة، لازم التوث تيشو اللي هو النسيج اللثة مع الأسنان يكونوا عن في healthy natural appearance. لاحظوا كيف الأسنان تكان أو الفم هنا على اليمين كأنها طبيعية جدا. لاحظوا كيف عندي الجنجفة عمل فريمينج إطار على التلبيسة على restore tooth، إن هارمونايز متناسقة منسجمين مع بعض بعكس هذه. هذه إيش مشكلتها؟ هذه مشكلتها حاجتين، جنجيفايتس بتكون عندي وبردونتايتس، وعندي مشكلة ثانية سيئة اللي ريكيرنت كاريز. أنا إذن لازم يكون عندي البيشنت ما بيكونش عنده تكلسات بهذا الشكل أول ما يجي عندك العيادة، وإذا جاء عندك تكلسات بهذا الشكل أكتف بريدنتال ديزيز ماست بي تريتيد. اللي عندي مشاكل تكلسات أو أنت سوبرا سب لازم أنا أعالجها، لأنه إذا أنت نويت تسوي تركيبة، لاحظوا هذا الأسنان إذا أنا سويت تركيبة على هذا الحالة، لأنه عندنا الأسنان الطبيعية أصلا بيحصل لها جينجيفايتس بريدنتايتس، تبدأ الأسنان يحصل لها مشاكل. يعني if not treated ممكن يحصل أنه lose of the tooth، هذا الطبيعي. ما بالك لو جات التلبيسة على هذا الحالة لهذا الشخص اللي ما بيحافظ على أسنانه. إذا جاء لك شخص ما بيحافظ على أسنانه، مشكلة الجنجيفايتس احمرار اللثة بريودونتايتس انحسار اللثة وانحسار العظم من وراها وزيادتها هيؤدي إلى خلع الأسنان المحضرة. يعني ما بيكونش مشكلة واحدة زي هنا، بيكون مشكلة سنتين. فبتكون عندك if not treated بيكون lose of the restored tooth، الأسنان المحضرة حيحصل لها مشاكل. إذا أنا أتمنى أنه تجي لي حالة عندها مشكلة استتك بهذا الشكل صفار مثلا، لكن بيكون free of inflammations، ما فيش فيها أي التهابات لثة، ما فيش عندي أي pocket، ما فيش عندي أي microgingival involvement. مع الأسف الشديد عندنا في اليمن مع السبب ظاهرة القات أو مضغ القات بيكون عندنا مشاكل اللي هو البوكت. فبيجي يقول لك حل المشكلة هذه عن طريق تلبيسة أو سد الفراغ هذه سد البوكت بالتلبيسة. هو ما هوش عارف أو بيتناسى أنه هذا المريض، هذا الدكتور بيتناسى أنه هذا المريض أنه لو عملت له تلبيسة على هذا البوكت بتعمل له صح حل بشكل مؤقت تمبرري 3-4 سنوات، وبعد تبدأ تزيد بيزيد البوكت. إذن ما ينفعش إلا تكون عندك الأسنان اللي حتعمل لها تلبيسة إلاش it must be free of inflammations free of pocket، وكمان ما فيش
بيكون جنجايفل انفولفمنت. هذا الجزء الاول للمحاضره، خلونا في الجزء الثاني كدورنا كطبيب اسنان كيف انه اخلي هذا اللثه مع الاسنان الملبسه في هارموني، في تناسق وانسجام. هيكون عن طريق حاجه اسمها جنجايفل ريتراكشن. قال لك يعني بسبب انه المارجنال فتح حق الريستوريشن. واحد يقول لي يا دكتور ما هو اكثر اسباب الفشل التلبيسه؟ قالوا الاسباب البيولوجيه. الاسباب البيولوجيه متى ما كانت التلبيسه مش مختمه على الحواف على الفينشنج لاين بيحصل ريكرنت كاريز الجنجيفايتس، هذه المشاكل كلها. واحد يقول لي دور من؟ مسؤوليه من؟ اقول له مسؤوليه الطبيب والدكتور والفني والمريض. الطبيب هو لازم يطلع لي فينشنج لاين زي هذه الصوره واضحه، بحيث لما تعمل لها ريبروديوس لهذه الحاله في الامبريشنز تكون واضحه. انا مشتيش اخليها قصيره زي ما شفنا في هذه الصوره السابقه. نرجع لها مره ثانيه. هذه شوفوا كيف حصل لها، كانت مفتوحه الحواف مش مغلقه، حصل لها جنجيفايتس انفلميشنز وريكيرنت كاريز. اذا انا دوري انا كدكتور انه تكون عندي عشان بريفنت ريكيرنت كاريز، يعني شوفوا مشكلتين، ريكيرنت كاريز في الهارد تيشو، جنجيفال ريتريشن في السوفت تيشو. انا مهم انه اغلق الحواف عن طريق انه الفني يشوف حق الفينشنج لاين، اذا غلق الفينشنج لاين مش هتحصل لي هذه المشكلتين، الريكيرنت كاريز وجنجيفال ريتريشن. فبتكون عندك ريبروديوس، انت سويت او دبليكيت او عملت محاكاه للسنه المحضره از نيجاتيف اللي يشوفوا كيف الفينشنج لاين كيف ظهرت في الامبريشنز، بانت بشكل سلبي كيف سلبي. يعني لو كانت الفينشنج لاين كحفره او كجروف داير ما دار السن، هيكون في الامبريشنز كبروز مش عكسها، يسموها كف او امبريشن او فينشنج لاين كف. كيف انا اسوي هذا الشيء؟ خلينا نشوف هذا المقطع الفيديو الصغير نص دقيقه ونص حيروينا ايش بيحصل. هو بعض الناس يعملوا ريتراكشن كود صغير او دبل تكنيك ولا سنجل تكنيك. عن طريق هذه الريتراكشن كود اللي قدامكم اللي بتكون مصنوعه زي دنت الفلوس بس 100% من القطن مش نايلون. هيكون فائدتها طبعا عده احجام 0 دبل 0، شوفوا كيف الارقام على حسب الحجم تبين لك الفينشنج لاين. المفترض انها تكون بهذا الشكل في فم المريض، المفترض انه بعد الطبعه تبين لك. شوف كيف حيكون شكلها، هذا قبل ايش ما كان الديزاين حقك، تطلع لك تكون بروز في الطبعه. بيكون عندك 0 او دبل 0، دبل 0 يعني انحف، يعني 2 زيروهات انحف. بتختار المقاس اللي عاوزه مثلا 5 الى 7 سنتي، وهذا نفس الشيء على حسب عرض السن. ويكون معك هذا السائل، السائل هذا اسمه هيبودنت، بيكون فيبو موقف للنزيف، ما بيشوفوا ابنفرين علشان الكارديك مشاكل القلب، وبيحطوا فيه سائل علشان يعملوا فاسو كونستراكشن لعدة استخدامات. بيحطوا التراكشن كرد القطني فيه علشان ينغمر ويتشبع بهذا السائل. بيبدوا دائما بالنوع الصغير بعدين يجوا فوق الثاني الكبير. أنا افترض في هذه الحالة احنا هنستخدم النوع الكبير. في معك الأدوات المستخدمة بتكون يا مسريتد، يعني بتكون متعرجة مش منتظمة، ولا بتكون سموث. عادة ما يبدو بالبروكسيمال سيرفس، حنعيد هذا الفيديو يعني فيديو آخر أكثر وضوحا، بس لاحظوا كيف يعني بيبدأ دار ما دار. أنا بس هنا بالفيديو بوريك الفكرة حقها اللي هي الريتراكشن كورد. مرة ثانية نقول إنه هذا الريتراكشن كورد بيخلي لك الامبريشنز عندك جدا واضحه، بيكون خلي الفينشنج لاين شوفوا كيف هي واضحه كلها دار ما دار. لانه اساسا الفينشنج لاين عاده ما بتكون ابيكال اور ات ذا كريست اوف ذا فريجنجيفا، عاده بتكون الفينشنج لاين يا اما بتكون تحت اللثه او مع مستوى اللثه. وانا اشتي اظهرها في الطبع عشان تظهر في الكاست، فانا اشتي اظهرها بشكل ايش؟ تمبرري. I want to make temporary expose. أنا لازم أكشف اللثة لا تحت أبيكالي علشان تطلع عندي في الطبعة to be reproduced في الإمبريشنز. طيب زي ما قلنا شافوا أحسن مادة المستخدمة هي مادة القطن الدنتال ريتراكشن كورد، مصنوع من القطن، فيها مادة الريساميك إبنفرين، مع أنه العلم الحديث بدأ الإبنفرين يزيلها كم ما قدر، لأنه الإبنفرين زي ما شفنا في الفيديو القديم اللي قبل هذا بشويه انه ممكن يعمل لي مشاكل مع اصحاب القلب فازو كونستراكشنز، ممكن يحصل لي مشاكل. لكن في الثمانينات كانوا شاف عملوا سيرفيز الصبيانات وشافوا انه نسبه 8% رسمك بتعتبر هي موست كومن والى حد ما امنه في عمليه انحسار اللثه بشكل مؤقت.
نشوف ايش بيسو. قالوا ما هي الكريتيريا، ما هي المبادئ المفترضه، او ما هي شروط الجينجافر اتراكشن ماتيريالز، هذه الماده ما شروطها؟ اول حاجه طبعا احنا عارفين واحنا بنحضر مع اللثه او تحت اللثه بيحصل لي شويه نزيف، شويه بليدنج، وانا هدفي في الاتراكشن كورت انه اعمل انحسار اللثه بشكل مؤقت. اذا متطلبها الاول تكون افكتيفنس ان جينجافر ديسبيسمنت اند هيموستاسيس، ان تكون عندها تاثير كويس مناسب لي في عمليه انحسار اللثه بشكل مؤقت على ما انا احط الطبعه، وتعمل لي هيموستاسيس توقف لي الدم، لانه لو وقف الدم في هذيك الاثناء هتكون الطبعه ما فيش فيها بليدنج، بتكون واضحه واكيوريت. المتطلب الكريتيريا الثاني، المبدا الثاني، لازم تكون ابسنس اوف ايرفيسبل دامج. انا قلت بشكل كم قد عدتها مرات ان اشتي يكون انحسار اللثه او كشف اللثه، سوري مع المصطلح اقوى، اشتي كشف اللثه يكون بشكل مؤقت، ما هوش ايرفيسبل، يعني شيء ريفيسبل، يعني اول ما اشيل التراكشن كورد بعد ما خلصت مهمتي في عمليه عمل الطبعه، اول ما اشيل التراكشن كورد ترجع اللثه زي اول، مش تعملي ايرفيسبل ترجع تنحسر، يعني تنحسر اللثه مع ترجع زي اول. الثالثه مهمه وهما قلنا العلم الحديث بيركز عليها، اللي هو يخافوا من هذا الماتيريال بحكم الفازو كونستراكشن اللي بتسويه، ممكن تعمل سيستميك ديزيز، مشاكل اصحاب الضغط او اصحاب القلب بالذات. فقالوا بوزيتيف انتورد سيستميك ديزيز سيستم او افكت، مش عاوزين تكون عندها بوزيتيف يعني انعدام اي مشاكل غير مرغوب فيها على الصحه العامه. البنفرين تعتبر بتعمل لي هيموستاسيس، اوكي، بتعمل لي فازو كونستراكشنز، وفي نفس الوقت تعمل لي جنجيفال شرنكج بشكل ايش؟ ترانزيتوري، اللي هو بشكل مؤقت. خلونا نشوف هذا المقطع الفيديو الثاني على ديمو كيف يسوي هذا الجينجافر ريتراكشن. زي ما انتم شايفين هنا بيدخل، بيبدا بهذا الريتراكشن كورد باك، هذه الاداه بتكون يا اما سريتد او سموث. بيبدا طبعا هو بيثبت اللي قد دخلها، يثبتها بالبريودنتال بروب، ويبدا بالباك هذه الكابسه للريتراكشن كورد، يبدا يدخلها شوي شوي. طبعا مهم جدا جدا تكون الكافيتي او تكون السن هذه ناشفه دراي، ما تكونش ويت، لو هي ويت حيكون يتزحلق عليك الريتراكشن كورد باتجاه اللثه. اذا هو بدا من البروكسيمال سيرفيس وبدا دخلها شوي 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 شوي، دخل اللي هي دبل زيرو اللي هي النحيفه، وهتظل موجوده حتى اثناء الطبعه، وبعدين بيدخل الزيرو علشان يكون عندي ريتراكشن كورد اسمك. طبعا واحد يقول استخدم 1-0، بستخدم 1 ولا 2 دبل تكنيك، هو بيعتمد على حقك البايوفيلم، بيعتمد على سماكه اللثه، على قدرتك على ادخالها. يعني لو جالك اللثه انت ما تكونتك، مش لازم تضغط عليها بالقوه، يعني مش لازم تدخل الثنتين وتعمل لك انجري. طيب هو استنى 5 دقائق بالثنتين، شالها، في الاول ما تشيلها قبل ما تلحق اللثه تنزل تبدا تعمل الطبقه حقك. هنا كانت اللايت بادي من السيليكون، يحطها على طول. ركزوا، في واحده لساتها موجوده ريتراكشن كورد صغيره عشان تضمن لك انه ما تنزلش الجنجبه. فبتعمل هنا التكنيك اللي هو الدبل تكنيك، اللي هو بتعمل اللايت بادي والهيفي بادي، انت قد سويتها لساتها طريه. عملت لايت بادي وهذه الهيفي بادي اللي حيدخل الان، الورديه لساتها عجينه ما قد تصلبت، حيدخلهم مع بعض. طلاب يسالوني يقولوا يا دكتور ليش ما تمتزج؟ لما يخرجها مش حتتلخبط عليك يا دكتور؟ حيدخل الازرق وسط الوردي، حيدخل اللايت مع الهيفي؟ اقول له مش حيدخل، لانهم ديفرنت فيسكوسيتي، ما ينفع ما يدخل مع الزيت. حيخرجها الدكتور زي ما شفتوا بهذيك الصور السابقه اللي شفناها في هذا الفيديو السابق. لاحظوا كيف خرجت معك هنا، انا اوريكم الفيديو مره ثانيه. يعني بتخرج لك بتكون الطبعه بهذا الشكل، شوفوا هذا اللايت بادي والهيفي بادي، الورديه تحتها ما بتكون جدا جميله. طيب نجي على موضوع هذا اللي شرحناه بالفيديو الاخير، ايش سوينا؟ اول شيء تعمل ايزوليشن، مهم جدا علشان تتحكم في الريتراكشن، لو هي رطبه حتتزحلق. يعني هنا بتعامل باللغه الانش او بمعنى 7 الى 10 سنتي، يعني زودها ولا تنقص، انه الزايد حتقصه بعدين، حتقص الكميه اللي تحتاجها. لو افترضنا انك عملت 1 تكنيك اللي هو ريتراكشن كورد اللي هو 0 1 بس مش دبل 0، 0 يعني كبير السمكه، دبل 0 انحف، في ترابل 0 وفي 1 وفي 2 وفي 3، كل ما كبر الرقم يعني 1 2 3 بيكون اكبر في السمكه. بعضهم يقول لك اذا ما عندي النحيف جدا ممكن اخذ اللي هو 0، ما عندي دبل 0 بعمل 0 بس اعمل تويستنج علشان اصغره،
عشان يكون تايت صغر. اذا ما عندي دبل زيرو باخذ زيرو واعمل له تويستنج عشان يصغر معانا، وابدا اعمل لوب على السن المحضره تايتي عن طريق الثامب والفرفنجر بالابهام والسبابه، وابدا ادخله. قلنا من فين ابدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عاده ما يبدو من البروكسيمال. ليش يا دكتور ما يبدو من البروكسيمال مش من البكل او اللينجوال؟ لانه اكثر مكان فيه ديبث في الجنجيفا اكثر مكان عنده عمق، واظن انه دخل معانا هو البروكسيمال. يعني الناس اللي بيدخل مخخ بيدخل بيعمل لي بوكيت او الخيط العاده السيئه او المخخ كعاده سيئه بيعمل لك بيدخل لا داخل، هو صح بيشيل بقايا اكل لكن بيزيد السماكه لان السماكه اصلا موجوده. عموما بيبدا عمل تايت ويبدا يعمل بوشنج لهذه الريتراكشن كورد في السالكس. بدا بالميزل احسن من الديستال كمان. ليش السبب؟ الميزل هو المكان القريب. اذا بدات في البروكسيمال سيرفس بحكم السمك او في العمق، وبدات بالميزل بحكم السهوله. لا زلت انا عامل تايت، اضغط باصابعي ما اسيبش، وابدا اعمل باكينج تاكينج لايتلي شويه شويه حتى اصل الى ايش؟ الى الديستال. اثناء ما انا عامل هذا كله، طبعا هذا التراكشن كورد باك يسموها، يا اما جي سموث يا اما سريتد، حتكون حيتبقى عندي حاجه زياده حنشوفها. طيب وانا بندخل ملاحظه مهمه جدا جدا اتكلم حتى عنها في الامتحانات، هل انا اكبس بشكل بارلل مع السن ولا بيكون مائل وانا بنكبس الريتراكشن كورد بين السلكس اللثه والسن؟ قال لك لازم اكون عامل شويه انجل زاويه، ما بكونش بارلل مع اللونج اكسس، لانه عملت بارلل تو ذا لونج اكسس للخيط ممكن الخيط ايش يعمل؟ يفك ويتزحلق خارج السلكس، حيخرج حيكون حصله بوش باتجاه السيرفكس ومش حيكون عامل لي ريبوند. لكن هنا لاني بعمل هنا بنحشرها هذا الخيط بشكل زاويه، باضمن اني دخلت توورد ذا سب جنجيفال بشكل احسن. حيتبقى لي جزء بسيط زايد حخليه، هذا زايد يقصه واخليه بس حاجه بسيطه زايده علشان 2 ملي، بس حاجه بسيطه علشان لما افكر اشيلها بعد ما اخلص حقي الطبع. طيب خلينا نشوف اخر مقطع فيديو في هذه المحاضره الصغيره يرويني كيف عملية الريتراكشن كورد الحديثة. بتجي جاهزة سنجل دوز، بتكون ريتراكشن بيست مش كورد بيست. بيجي معك الجن، بيجي لك معك المنتج هنا اللي احنا شفتوه، بتحطه في هذا الجن، الجن يستخدمه حتى مع السماعة الكومبوزيت، يعني بيجي لعدة استخدامات هذا المسدس الديسبنسر. حتاخذ هذا المادة الريتراكشن بيست، حتشيلها، طبعا في احد الجامعات في بعض الجامعات رويتهم يعني كيف شكله. حتشيل هذه الكفر تبعه، تشغيل الاول كميه بتكون شويه هارد زي ما اتفقنا، حتكون مخير يا اما تعمل دبل تكنيك او وان تكنيك، دبل كورد او وان كورد. حيبدا بكل بساطه يحقن حوالين اللثه، يحقن حوالين اللثه دار ما دار السن اراوند توث، يحقن حوالينها. يا اما يكون معك هذا ما استخدم ريتراكشن كورد بس ريتراكشن بيست العجينه بس. اذا انت يعني شيء يكون السماكه اكثر ريتراكشن كورد تكون عندنا الجنجيفا فينش جلر واضحه، ممكن تعمل كورد كمان عادي اللي هو دبل زيرو. بعد ما انتهيت وتاكدت انه بقي سيركمفيرشلز او دائر ما دار السن، خلاص حتوقف وحتستنى على حسب تعليمات الصانع، قد يكون اكثر من دقيقتين على ما ينشف وعمل حقه الديسبليسمنت او الانكشاف. خلصت مهمتي، حتكون الطبعة عندي جاهزة، بعمل اير سبراي، شوفوا الفينش كيف حتكون واضحة معي بشكل قوي، واضح جدا. في هذه الأثناء سوف أعمل الطبعة قبل ما يحصل لها جنجايفر يعني تجعل مرة ثانية تغطى اللثة أو يغطي الفينشينج لاين. وكذا انتهينا من محاضرة البريودنتال فيكس انتر ريليشن.